السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة مطبخ برمان. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غنشارك معكم الغداء ديالي اللي هو عبارة عن الخضرة المعمرة، أو بمعنى أصح كيف ما كنقولوا المحشي المغربي. إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحتاجوا بالنسبة للخضرة، عندنا كورجيت قرعة صغيرة هكا، أنا خويتها من هنا غير بمعلقة، كنحيدها غير بمعلقة بالقاعدة تخويتها كاملة. وعندي بنجال ده هو نفس الطريقة درت ليه، وعندنا مطيشة، وعندنا الفلافل، وعندنا قزبور ومعدنوس، وعندنا بصلة مشلوطة، وعندي لاصوص ديال مطيشة، وعندي الرز. أنا هاد الرز هذا غسلته وسلقته نص سلقة كما كتشوفوا. وبالنسبة للتوابل عندنا خرقوم والبزار، شويه ديال الكمون والسكنجبير والملحه والزيت بطبيعه الحال. وعندي صدر نتاع الدجاج. بالنسبه للصدر ديال الدجاج انا كناخذو كنغسلو وكنقطعو وكنشرملو مزيان وكنخليه، انا هكا كنديري باش يجيني ساهل، وكنخليه في الفريكو وقت ما بغيتو كنجبد داكشي اللي خاصني، كنقسمو في بلاستيكات وكنجبد داكشي اللي خاصني. نشرمل بالتشرميله ديالو العاديه، بصلة ربيع، طبزيره ديالو خرقوم، بزار، سكنجبير، والثومه محكوكه. ندوزو ان شاء الله الرحمن الرحيم للمراحل. المرحله الاولى هي اننا غادي نشحروا هذا الصدر ديال الدجاج، نديروا الزيت ديالنا مع البصيله. اذا جوج بصلات، جوج بصلات غادي نحتاجهم لاصوص ديال المطيشه. انا هنا عندي بصله خضريه كبيره، مع شويه ديال الملح، راه مع الطوب صلاح الضريه دغيا كتهبى دغيا كتذوب وكتجي لذيذه في الماكله، وكنسيبو حنا نشحرو هذا البصل ديالنا تهبط ونتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نرويو فيها الصدر ديال الدجاج. انا رميت الصدر ديال الدجاج ديالي هنا من هنا ديك البصيله، كنديرو ليه عافيه شويه مجهده باش كيما يطلقش هذاك الماء ديالو كامل اللي فيه، هو ديجا فيه التوابل ديالو يعني ما نحتاجش نعاود نزيد ليه توابل اخرى. بالنسبه للرز نزيد ليه شويه ديال القزبر والمعدنوس وشويه نخليهم لاصوص، غنخلي نسمو حتى هو بالسكنجبير. بالنسبه للرز على حساب الكمية، على حساب شحال ديال الخضرة بغيتي تعمري، وشوية ديال الخرقوم، وشوية ديال الإبزار، عفوا شوية ديال الكمون، هي طري تبقى ديال الكمون شوية ماشي بزاف، ونديرو شوية ديال الإبزار، ونزيد واحد شوية ديال الملحة. ملي تشحر لينا هاد الصدر تاع الدجاج غنزيدو تقريبا تلتين ديالو لهاد الرز هذا. كاين اللي كيستعمل الكفته، حتى الكفته كتجي بيه زوينه. هنا هو باقي مازال غادي يكمل الطياب ديالو في الفراغ، كيبان لي تقريبا البركة عليه. أنا بيت أنا غير نشحرو شي ماشي بيتو يطيب، تبقى باقي مازال تبغى الطياب. نخلي
الكمية اللي أنا محتاجة هنا. هاد الكمية هي شوية غادي نخليه نرميه في لاصوص، أنا نحيدها وفي نفس المقلة غادي ندير لاصوص ديال مطيشة. أنا لاصوص ديال مطيشة نسيت، مازال ما قطعتش ليها البصلة، نقطع لها البصلة ديالها ونتلاقاو إن شاء الله الرحمن الرحيم. في نفس المقلة فاش طيب ديال الدجاج هي فاش غادي نشحر لاصوص، نزيدها شوية ديال الزيت. شحرنا هاد البصيلة هادي، شوية ونرميو فيها من بعد هاديك لاصوص ديال المطيشة. أنا هذا مازال مخلطوش، باش كنعمر بيه نعمرو بيه الخضرة ديالنا. كيجي لذيذ بزاف هاد الطبق هذا، فيه خضرة مختلفة، كاين أنواع ديال الخضرة لي مكياكلوهمش الوليدات أولا الروز مكيبغوش ياكلو الدراري، كديري ليهم بطرق مختلفة باش كياكلو. نعمرو بيهم هاد الخضرة ديالنا، نزيد كاس كراميزة نحطو على لاصوص، أنا درت هاد الإناء صغير شوية وعدتني، وانتوما ديرو حاجة لي هي كبيرة. بالنسبة للخضرة أنا غادي بحال مثلا مطيشة والكرعة والدجال غادي نرش فيهم شوية ديال الملح نرش فيهم غير القياس تاع الملح، نرش فيهم غير القياس ديال الملح. نخويو لاصوص ديال المطيشة، نزيدو عليها قزبر ومعدنوس، نزيدو عليها الأخر شويه ديال السكنجبير، أنا والتاي خاصها تكون السم، شويه ديال الكمون، الكمون منكترش لأنه كيمرر لينا شويه الماكلة إلا كترناه، شويه ديال الخرقوم. هي راس معايا خلاص معايا قناو ديجا الروز حنا منسمينو والدجاج منسمينو، ونص معلقة ديال الإبزار، ومن طبيعة الحال الملحة. فيما تغلى لينا هاد لاصوص هادي نعمرو حنا الخضرة ديالنا. دابا مطيشة درنا ليها الملحة، نعمروها نحيدوها من هنا. بالنسبة للعمارة تجي معلقة صغيرة، بالنسبة للعمارة ما نعمروهاش حتى الفوق، نديرو الدجاج والروز ما نعمروهاش حتى الفوق، على حساب أن الروز باقي مازال بغا يكمل في الطياب ديالو، يعني غادي يعاود يتنفخ. نخليو واحد شويه فيما كتشوفوا، نخليو واحد شويه فين يطلع لينا الرز. وضروري هذيك شويه ديال الملح نديروه في الداخل ديال المطيشه باش كي مطيشه حتى هي
تقاد لينا لوغو ديالها يتقاد. تما صدرت ديال الدجاج، منديروش غير الرز بوحدو. نفس الطريقه غنديرها الفلفله والدنجال والقرعه. هي الفلفله ما غاديش نرش فيها الملحه، غنرش الملحه غير في الدنجال، نرشو فيه حتى شويه ديال الملحه في الداخل ديالو، هو والقرعه حتى هي نرشو فيها شويه ديال الملحه باش كي تنسم لينا حتى هي بالملحه. وبما طيب لاصوص نكمل انا العمره ديال الخضره ديالي ونتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم. لاصوص ديالنا ها هي بدات كطيب، انا غادي نزيد ليها داك القلب اللي حيد ديال القرعه وديال الدنجال، واحد النسبه منه غادي نزيدها لاصوص. ديال كيش دروسهم شويه ديال كيف ما كتشوفوا الخضره ديالي انا ها هي عمرتها كلها. نخلي هاد لاصوص هادي شد راسها واحد شويه، وندوزو بالنسبه لداك الشويه ديال الصدر ديال الدجاج انا اللي خليت، نطرقو هنايا في المول بحال كان الصدر ديال الدجاج كفته. نديروه نخلو منو واحد النسبه تقريبا وجدة. غنصبوها طيح الخليط، كلشي غادي يكمل الطياب ديالو مزال. القياس نكون في الجوانب، هي ملي غادي تبدا كتغلى كلشي غادي يمشي لجميع الجوانب. نحاول ندخل مطيشة الجناب كامل نص الخضرة ويتحت منها ويغيب العقل على حساب لاصوص عندنا سخونة. ونازل معايا حتى ديك الدجال والقرعة اللي حيدنا حتى هي طبق لي هو رائع زوين بزاف لذيذ بزاف، وكنستافدو من الخضره حتى هي. اي خضره راه كطلق النسبه من الفيتامين اللي فيها في ديك لاصوص. حتى الا كانوا الوليدات ما بغيتش ياكل لك هذه الخضره، على الاغلب ياكلوا هذيك لاصوص راه غادي يستافدو منها. انا غادي كنحطو فوق البوطه، كنفرج ليه ديك الفراشه ديال الطاجين، كنحطو فوق البوطه حتى كيغلى ليا، من بعديها عاد كندخلو الفران. كوب شويه ديال الزيت، زيت الزيتون شويه، وهاد الخضره ما يش نحتاجو نزيدو ليه الماء، لان هاد الخضره كلها غادي يطلق الماء ديالها. الدنجر كيطلق الماء، القريعه الصغيره تطلق الماء، مطيشه معروفه اصلا كتطلق الماء، وحنا ديجا دايرين لاصوص. انا غادي نديرو فوق البوطه ديالي غير اغلى وندخلو الفران ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم
منين تبينا البلاطو ديالنا. كما كتشوفوا البلاطو ديالنا هو وجد المحشي المغربي، ما شاء الله ماشي تكون فيه غير تبارك الله وصلى على النبي. نتمنى انكم تجربوا وين الاعجاب ديالكم، ساهل ما فيه حتى شي حاجه اللي هي واعره، بسيط بزاف. غير كنوجدوه انا درتو كيف ما قلت لكم فوق البوطه، فرشت ليه هذيك الجلوقه اللي كنفرشوا للطاجين وخليتو تغلى مزيان ودخلتو الفران حتى كمل الطياب ديالو وتحمر وخدمتو. ها هو ما شاء الله وصلى على النبي. نتمنى انكم ديروا لي لايك وتشاهدوا القناه ديالي لاول مره كيشاهدها، وشكرا بزاف للدعم ديالكم، والله يحفظكم وليلة خطيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.